هابيل بدري فوق الشفن كالأمنية المنايل. هيا إلى المنايل، هيا إلى الحياة. صحراء، سماء صافية، صباح. سيرتب سميح هذه الكلمات وفق الترتيب الهجائي. وفق الترتيب الهجائي، حسناً. إن الظبي أسرع حيوان في هذه اللائحة، إذن يجب وضع كلمة ظبي في البداية، ثم السنجاب لأنه يستطيع أن يقفز فوق الضفدع والصرصور. مرحبا سميح، ماذا تفعل؟ أرتب هذه الكلمات وفق الترتيب الهجائي. لكن هذه الكلمات غير مرتبة بحسب الحروف الهجائية. إن النظام هو النظام، لكن ترتيب الحروف الهجائية شيء مختلف. عليك أن ترتب هذه الكلمات وفق التسلسل الهجائي. انظر، هذه بعض الأحرف الهجائية وهي مرتبة ترتيبا صحيحا، أليس كذلك؟ سين، شين، صاد، ضاد، ط، ظ. أجل. والآن يا سميح ابحث عن كلمة تبدأ بحرف السين، مثل كلمة سنجاب. سين. سين سنجاب. سين سنجاب. ثم هات كلمة تبدأ بحرف الشين، مثل كلمة شبل. شين. شين شبل. شين شبل. كلمة صرصور، صرصور، تبدأ بحرف الصاد. صاد. صاد صرصور. صاد صرصور. وتبدأ كلمة ضفدع بحرف الضاد. ضاد. حسنا. ضاد ضفدع. ضاد ضفدع. والآن كلمة طاووس تبدأ بحرف الطاء. طاء. طاء.
طاووس. طاووس. وتبدأ كلمة ظبي بحرف الظ. ظ. حسنا. ظ. ظبي. ظ. ظبي. والآن يا سميح، ها هي الكلمات مرتبة وفق التسلسل الهجائي. إذا كنت تريدين أن أرتبها وفق التسلسل الهجائي، فلماذا لم تطلبي ذلك؟ أقصد أن النظام هو النظام. ضباب. ضاع الضفدع في الضباب. آه. هل من خدمة؟ أريد مقابلة الممرضة. أنا الممرضة، ما بك؟ أشعر أنني مريض. مريض؟ اجلس أرجوك. شكرا. أين موضع الألم؟ في معدتي. فهمت. ماذا تناولت في الفطور؟ كوبا من العصير. العصير؟ هذا لا يسبب ألما في المعدة. ونصف قرص من الخبز. نصف قرص محروق؟ لا، غريب، ولكني لا أعرف لماذا تؤلمك. هل تناولت فاصوليا؟ لم أتناول فاصوليا. هل تناولت شيئا آخر؟ شيئا واحدا فقط. ما هو؟ أكلت طبقا من البيض. طبقاً من البيض؟ نعم. كم بيضة أكلت؟ كم بيضة؟ بيضة. 9 بيضات فقط. 9 بيضات فقط؟ نعم. عرفت الآن ما الذي سبب ألم معدتك. تنويع الطعام؟ لا، إن الإكثار من البيض يضر. يضر؟ إذن ماذا أفعل بكل هذا البيض؟ مستشفى. We'll be right back.
مستشفى أطفال. مشوش الفكر. أتريد مساعدة؟ نعم، معي لائحة بأسماء الأماكن التي سأشتري منها ولا أستطيع قراءتها. حسناً، أنا أحب القراءة وسأساعدك في قراءتها. حسناً، تفضلي. مكتب البريد، المكان الأول مكتب البريد، إنه هناك. رائع، أعرف أن المطلوب مني هو شراء طوابع من مكتب البريد. ثم إلى أين أذهب؟ ثم إلى الصيدلية، المكان الثاني الصيدلية. عظيم، الصيدلية، سأجد الدواء في الصيدلية. ما هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي المدرسة. بعد أن تذهب إلى مكتب البريد والصيدلية، اذهب إلى المدرسة. إلى المدرسة؟ وهل هناك ما نشتريه من المدرسة؟ أعتقد أن من كتب لك لائحة المشتريات هذه يداعبك. ماذا تعنين؟ ماذا يمكن أن أحضر من المدرسة؟ يمكنك أن تحصل على العلم، ومن ثم تستطيع قراءة لائحة المشتريات بسهولة. ممنوع مرور الدراجات الهوائية. ممنوع مرور الدراجات الهوائية. لنجلس. ممنوع مرور الدراجات الهوائية. لا لا لا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. سرعة القصوى 60 كيلو مترا في الساعة. طريق ضيقة. منحدر خطر. طريق غير ممهدة. حيوانات تعبر الطريق. خروج. موقف عام. عدنان
يحييكم وينقل إليكم صورة حية لما يجري في الملعب. السباق المثير يوشك أن ينتهي الآن. لقد ركض العد الآن حوالي 10 أميال. الآن الأسرع هو الأقرب إلى خط النهاية. يبدو أن اللاعب أحمد حسن هو الفائز. نعم نعم، أستطيع رؤيته الآن، إنه يفوز، أؤكد لكم ذلك، إنه يفوز. حسنا، ها هو قادم الآن إلى هنا، سأجري مقابلة معه. عفواً عفواً، هنيئاً لك أيها العداء، هنيئاً. لحظة من فضلك، أخبرنا عن السباق، ما هو شعورك؟ لقد رأيتك في المقدمة وقلت للمشاهدين إنه يفوز، وكنت على حق، أخبرنا ما هو شعورك؟ شعوري عظيم، ولكن أرأيتم أيها المشاهدون، إنه منقطع النفس ولا يستطيع الكلام جيدا، لكن الذي يهم أنه فاز. نعم، لقد فاز فوزا ساحقا. استمعوا إليهم وهم يهتفون لهذا الرجل، إنه يستحق ذلك، فقد فاز. لا، لم أفز، لقد فاز صديقي. أحب الركضة والسباحة والدراجة الهوائية، أنا اسمي عطية، أنا اسمي عطية. الركض في الصباح يعطيني حيوية، أحس النسيمة يداعب وجنتي، أشعر بارتياح تتفتح رئتي، أنا اسمي عطية، أنا اسمي عطية. أحب الركض والسباحة والدراجة الهوائية، أنا اسمي عطية، أنا اسمي عطية. أنا أهوى السباحة في الصيف والشتاء، تمنح أعصابي الراحة الحركة في الماء، دراجة الهوائية تسلية اليومية وتمارين الصباحية، بها أحرك رجلي وظهري ويدي، أصعد مع أصحابي التلال العشبية، نهبط نضحك نتعب، نقع ننهض نلعب بالدراجة الهوائية. أحب الركض والسباحة والدراجة الهوائية، أنا اسمي عطية، 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 أنا اسمي عطية. أوقد النار، فالجو بارد جدا. قلت أوقد النار، فالجو بارد جدا. أأنت تقول أوقد النار؟ هو يقول إن الجو بارد جدا. نعم، أنا قلت أوقد النار، فالجو بارد جدا. أأنت تقول إن الجو بارد جدا؟ إنه يقول أوقد النار. أنا قلت أوقد النار، فالجو بارد جدا. سأفعل ذلك بنفسي. ماذا قال؟ قال أوقد النار،
فالجو بارد جدا. عجيب، إن الجو دافئ هنا. والآن حان موعدكم مع مطبخ فرحان. بم برم 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 بم بم برم 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 بم. يطبخ. بم برم 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 بم بم برم 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 بم. طبخ. لذيذة. اسمعي، لدي أحجية لك. حسنا، ما هي؟ متى يلحق الريم بالذئب؟ دعني أفكر. من عادة الريم أن يبتعد عن الذئاب. حسناً، إني أستسلم. لحظة، متى يلحق الريم بالذئب؟ إذا كان الترتيب حسب الحروف الهجائية، ذئب تبدأ بحرف الذال. هذا صحيح يا سميح. ريم تبدأ بحرف الراء. أنت على حق. الراء بعد الذال. هذا صحيح، الراء تأتي بعد الذال في الحروف الهجائية. من عادتي أن أتفوق عليهم. أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج ركن الهوى. فرقة الغناء التي ستشارك في برنامج الليلة فرقة ظريفة، اسمها مكتوب هناك على اللوح المغطى. الآن مع الفرقة الغنائية المجهولة. بين الأشجار في الأدغال والبراري، نسكن بين الأشجار في الأدغال والبراري. فالأسد الكاسر وزعيري دوما هادر، وأنا حمار الوحش انظر كيف أمشي، وأنا ذئب شرس وماكر مفترس، معروف في البلدان تروى عني القصص. وأنا النمر سريع القفز احترس. أنا زرافة جميلة ورقبتي طويلة طويلة طويلة. وأنا الفهد سريع حين أعدو. نسكن بين الأشجار في الأدوار والبرار، نسكن بين الأشجار في الأدوار والبرار. شكراً أيها الدكتور. بناء جميل، فلنحيي معاً المشاركين في الغناء واحداً واحداً. الأسد، حمار الوحش، الذئب، النمر، الزرافة، الفهد. والآن تعالوا نعرف اسم هذه الفرقة، فرقة حيوانات الغابة. يمكنني أن أساعدك؟ نعم، أنا بحاجة إلى كتب عن صغار الحيوانات. لحظة لو سمحت. نعم،
لديك كتب عن صغير الأسد؟ أجل، لكن صغير الأسد يسمى شبل. شبل؟ نعم، شبل. شكراً، سأشتريه. هل لديك كتب عن الكلب الصغير؟ أجل، لكن الكلب الصغير يسمى جرو. جرو؟ نعم، جرو. شكراً، شكراً. ماذا عن صغير البقرة؟ موجود، لكن صغير البقرة يسمى عجل. عجل؟ نعم، عجل. سأخذه، شكراً. ماذا عن صغير الدجاج؟ موجود، لكن صغير الدجاجة يسمى كتكوت. كتكوت؟ نعم، كتكوت. هذا رائع، شكراً. أعتقد أن هذا يكفي. يا للعجب، كل هذه الكتب عن صغار الحيوانات؟ هل تنوي فتح حديقة حيوانات؟ أجل، أنوي فتح حديقة لصغار الحيوانات. هل تدلينني على من يمكنه إدارة الحديقة؟ هل تعرفون اسم هذه الفرقة؟ فوق الشبكة